أعزائي مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، معكم أحمد القواسمي من محافظة قنا. نحن الآن أمام موهبة فذة، طالبة تبلغ من العمر 14 عاماً بالمرحلة الإعدادية بمدرسة السادات الإعدادية بفرشوط، تفوقت ونبغت في فن الرسم حتى استطاعت في هذه السن المبكرة أن تقوم برسم العديد من الشخصيات العامة والبورتريهات، أمثال فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي الموجود أمامنا في البث المباشر، بالإضافة إلى رسم أسرتها، والدها ووالدتها وإخواتها، ورسم العديد من الشخصيات الأخرى. للتفاصيل أكثر طبعاً معنا الطالبة رنا عادل أبو الحمد، اتكلمنا عن نفسها وعن موهبتها وبدايتها مع موهبة الرسم. نتعرف بيكي. أنا اسمي رنا عادل، أبلغ من العمر 14 عام. بدأت أرسم من الصف الأول ابتدائي، من أول كل ابتدائي وأنا بدأت أرسم أكثر رسمات، فظهرت موهبتي من أولى ابتدائي بمعنى أصح. بداية الرسومات، بدايتك في أولى ابتدائي كانت إيه الرسومات، وعبارة عن إيه كانت بداية رسوماتك؟ بدأت أرسم شخصيات عامة من دماغي، يعني زي مثلا عروسة أو زي كده، وبدأت بعدين أرسم شخصيات كرتون، وبدأوا أصحابي كلهم يندهشوا يقولوا لي مش أنت اللي بترسمي ده، الأبلوات يقولوا لي ده أكبر من سنك، فبعدين فهمت إن ده الطريق بتاعي اللي أنا هبدأ أمشي فيه، هو بتاع الرسم، واتطور أكتر ونميت الموهبة دي أكتر في المرحلة الإعدادية من أولى إعدادي، ووريتهم بدأت أرسم الشخصيات هي عامة بورتريهات أكتر، واتطورت فيها وبدأت أرسم أفراد عائلتي، بعدين شخصيات عامة من الممثلات زي هبة مجدي وزي برضو دنيا سمير غانم وزي أينشتاين وشوية شخصيات تانية عامة، وبالإضافة برضو إلى رسومات الأطفال وكل، وبرضو شوية رسومات طبيعية ورسومات بالفحم أو بالأبيض وأسود أو بالألوان. طيب كلمينا عن الصعوبات اللي واجهتك من بداية تعلمك لفن الرسم حتى استطعت أنك تطوري بنفسك وتوصل للصور الشخصية والبورتريهات اللي احنا شايفينها قدامنا دي. أنا بدأت أرسم ف الحمد لله، يعني ماما وبابا ساعدوني على تنمية الموهبة. كنت في البداية ما بعرفش مثلا أضبط شوية الملامح صح، أو أضبط أرسم كويس بالقلم الرصاص، الحتة دي أفتحها أو أظللها، أو فبدأت أتعلم من عن طريق مثلا تدريبات في المدرسة، وبرضه بدأت أنمي نفسي بنفسي، وبدأوا ماما وبابا يجيبوا لي الألوان والأدوات المناسبة اللي تخليني أقدر أرسمها صح. طيب ممكن نشوف بعض الصور والرسومات اللي قمت برسمها، تعرفينا كده الصورة وإيه الألوان اللي استخدمتيها فيها وطريقة الرسم كانت إزاي؟ نبدأ بصورة فضيلة الشيخ متولي الشعراوي كده. فضيلة الشيخ، أنا بدأت بدي ألوان، دي ألوان عادية خالص، دي خشب بس. بس هنا برضو استخدمت شوية ألوان فحم من اللون الأبيض، يعني هنا خليط ما بين الخشب وما بين الفحم. طيب ايه المناسبة اللي خلتك ترسمي فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي؟ أنا كنت بتفرج عليه كتير، وبما إنه هو شيخ واتخذته كقدوة لي، فحبيت أرسمه تعبيرا يعني عن حبي لمقالاته وكتبه والحاجات اللي هي بتاعت الدين. تمام، شوف باقي الرسومات كده. خلي لها كده. دي تعبر عن ايه الصورة دي؟ دي بتعبر انها هي قاعدة ماسكة فانوس، انا بسمعها بمناسبة شهر رمضان. يعني هي ماسكة فانوس كفانوس رمضان، وانعكست عليها الأشعة بتاعت النور، الإضاءة بتاعت الفانوس، الإضاءة الملونة. الإضاءة الملونة، فجت في وشها الألوان. جميل. ودي واحدة كورية، دي صورة لشخصية كورية. تمام، دي ايه الدافع اللي خلاك ترسمي حاجة زي كده؟ الألوان
الالوان بتاعت شعرها كانت الوان غريبه شويه، فعجبني وعجبني الطريقه اللي هي الاسلوب ستايل بتاعها، انها حاطه يدها كده والخلفيه برضو وراها. كمل باقي الرسومات. ده اينشتاين. اينشتاين. دي صورة العالم المعروف طبعا اينشتاين. دي لسه ما اكتملت ولا كده هي مكتملة؟ هي لسه بدون الوان يعني. دي ملونة. دي كده ملونة، ملونة بالاسود. الاسود. كله اقلام دي فحم ولا؟ لا فحم. تمام. دي عجبني، يعني هي شخصية كرتونية. اللي دفعني برضو اني ارسمها تسليط الاضاءة، يعني هنا من ناحية شعرها خلى بدل من لون ازرق كله في هنا لون موف، بعدين هنا عينيها بتلمع وبقها برضو في حتة لمعان، ده بمعنى اصح يعني الاضاءة متسلطة عليها من الناحية دي كده، فعجبني التظليل بتاعها والالوان بتاعتها. جميل. طيب احنا عرفنا برضو انه انت رسمت طبعا صور لافراد الاسرة، والدك ووالدتك واخواتك، بالاضافة الى رسم مدير المدرسة. كلمينا عن الصور دي، وايه الدوافع او الاسباب اللي خلتك ترسمي يعني اسرتك ومدير المدرسة؟ بداية انا بدأت ارسم اسرتي، يعني اخويا وماما اول حاجة، يعني ماما كنت حبيت ارسمها تكريما برضو ليها، سواء كان في عيد الأم أو مناسبات عامة أو من غير مناسبة، برضو رسمتها أكثر من مرة. بعدين بدأت أرسم صور تاني أخويا، بعدين بابا، بعدين أختي، بعدين بدأت أرسم مدير المدرسة ومدرسينها، يعني تكريما لهم على مبذولهم اللي هم بذلوه معانا في المدرسة، وكرمتهم في حفلة من حفلات المدرسة، حفلة تكريم أوائل الطلبة، فرسمتها وقدمتها لهم مفاجأة بعد ما تم التكريم فيها. جميل. طيب كلمينا عن دور الأسرة ودور المدرسة معاك، كان إيه وإزاي ساعدوك في تنمية الموهبة بتاعتك؟ أنا الحمد لله وبعد فضل ربنا عليا بشكر جدا ماما وبابا اللي وفروا لي كل الأدوات اللي ساعدتني على تنمية موهبتي والرسم، وأرسم بطريقة صح إزاي، وكان دايما بيشجعوني على الرسم، على الرسم اكتر، فكل ما بوريهم صوره بيدوني دافع اني ارسم اكتر واكتر وارسمها بطريقه تانية او مثلا وجهه نظر تانية، ويصححوا لي الاعياد لو كان فيها مثلا غلطات او مش غلطات. بشكرهم جدا. طيب عرفنا ان بالاضافه الى موهبتك في الرسم انك متفوقه طبعا في الدراسه وفي المدرسه في جميع المراحل، فكلمينا ازاي بتقدر توفق ما بين موهبتك في الرسم وما بين دراستك واداء الدروس والواجبات المدرسيه؟ بالرغم ان انا مثلا اقعد اذاكر مثلا طول الاسبوع او طول الوقت، ولكن برضو من كل مثلا انا احب حبي للموهبه بتاعتي، او مثلا وقت ما اتضايق شويه من المذاكره وكثره المعلومات والكلام ده، فبتجه لحاجه تفرغ شويه الهم اللي معايا واللي عندي وتسليني شويه، فبتجه دايما على طول الموهبه بتاعتي، ان هي ترويح شويه عن احساسي بالضيق والخنقه وكده. طيب في نهاية البث المباشر كلمينا عن أحلامك وطموحاتك المستقبلية. إن شاء الله أطلع دكتورة رسم، لأن أنا أحب جدا الرسم، وفي نفس الوقت أتمنى إني أبقى حاجة كبيرة إن شاء الله، نظرا يعني لمستوايا أو حبي برضو للدراسة. إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي جريدة أهل مصر في كل مكان، كنا معكم مع رنا عادل، طالبة بالمرحلة الإعدادية بمدرسة السادات الإعدادية بفرشوت بمحافظة قنا، طالبة مبدعة ومتفوقة في فن الرسم، استطاعت رسم العديد من اللوحات والبورتريهات سواء لأفراد أسرتها أو لشخصيات عابة ومشهورة سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها. شكرا أعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.